لماذا يعني هؤلاء الناس الذين حريصين على عدم الخروج على ولي الأمر، يهتمون كثيرا بقضية ولاة الأمر، عندهم يعني كثير من الأمور الاهتمام مثلا في العقيدة وفي التوحيد، لماذا هذا الهجوم الصاخب والذي يعني حتى وصفتهم بوصف قد يكون من الصعب تحمله مرجئة العصر؟ أولا مرجئة العصر أنا أقول لك وين ذكرتها، أرسل لي أحد الأخوة ليش ما ترد على فلان الفلاني، أنا ليست من عادتي أرد على أشخاص معينين، وهذا الشخص كان يهاجمني في الكويت، فواحد من الأخوة أرسل لي في رسالة بأسلوب جميل قال ليش ما ترد عليه، فأرسلت على الخاص في التويتر حتى ما أبين لأحد أن بيني وبين هذا الشخص عداوة شخصية، أرسلته على الخاص قلت أنا ما أحب أن أرد على فلان، لكنني سأتكلم عن فكر مرجئة العصر في حلقة خاصة انتظرنا إن شاء الله، أبي أتكلم من ناحية علمية في النهاية. نعم. ما علاقة هذا الفكر بالمرجئة؟ أخذ الرسالة على الخاص وطار بها إلى شيخه فلان، وانظر إيش قال فيك، يعني ما طعنت فيها أنا أصلا، لكن قلت سأتكلم عن فكر، فجمع الناس في محاضرة، انظر ماذا يقول فيني نبيل العوضي، وأنا أوجه رسالة حق نبيل واسألني أسئلة ما لها علاقة في الموضوع أصلا. هذه الفئة خلنا نرجع لها مرة ثانية، من هي وليش ظهرت أصلا، وهل هم حقا سلفيين؟ هل هم حقا يعني ينتسبون للسلفية والسلفية الحقيقية، ولا هم ينتسبون لها يعني أحيانا حق وأحيانا باطل؟ نعم. لهم خصائص راح أذكرها على السريع يا شيخ تفضل. إذا أمهلتني تفضل. راح أذكر 10 كاملة إن شاء الله. هم أولا يتهمون غيرهم من أكثر الجماعات بينهم خوارج، اختلفت معه أنت خارجي، زعل عليك أنت من الخوارج، انتقدت أي حاكم، الحاكم إذا سمح لك حتى انتقدني في البرلمان، انتقدني في بأسلوب معينة، انتقدت حاكم صرت من الخوارج، رحت وقفت في اعتصام في مكان صرت من الخوارج، يا أخي ذكرت لك رأي صرت من الخوارج. المشكلة هؤلاء ما أدري درسوا ولا ما درسوا، من هم الخوارج أصلا؟ الخوارج لهم أصول عقائدية، يرتبط الأمر بالإيمان، مفهوم الإيمان، الإيمان عند الخوارج جزء واحد ما يتجزأ، يأتي كله ويذهب كله، ولهذا عندهم من زنى كفر. لا هم يقصدون الخروج على 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 ولي هذا الأمر. الغريب الخروج على ولي الأمر لا يرتبط بعقيدة الخوارج، قد يخرج على ولي الأمر إنسان وليس بالضرورة من الخوارج، لأنه هم يعتبرون كل هذه التصرفات هي نوع من أنواع الفتنة. الفتنة موضوع ثاني، أتكلم عن الفتنة خلها أجلها شوي، نتكلم عن الخوارج أول شيء. نعم. هل كل من خرج على حاكم فهو من الخوارج؟ هذا مشكلة يظهر أنه ما فهم شنو معنى الخوارج ولا أصول الخوارج ولا عقيدة الخوارج. نعم. هذه أول نقطة لازم أن يرجعوا إلى تعلم العقيدة الصحيحة في البداية، الفرق بين عقيدة الخوارج وبين من فعل بعض أفعالهم، وبهذا المفهوم راح نطلع بعض الصحابة من الخوارج، بعض التابعين خليهم من الخوارج، يطلع سعيد بن جبير من الخوارج، يطلع عبد الله بن الزبير يطلع من الخوارج، يطلعوا كثيرين من الأمة الهدى من الخوارج. اثنين هذا خلل في العقيدة ترى يا شيخ في النهاية. اثنين هم لما نقول مرجع يعني خلال العقيدة، هؤلاء الناس الذين ينافحون على العقيدة ويدافعون عنها تتهمهم في العقيدة، كل إنسان يخطئ، شو المشكلة يعني من الأئمة أحيانا من أخطأ في بعض المسائل في العقيدة أخطأ، إحنا ما نقر عليها وإن كنا نؤيده في الصواب الآخر. اثنين لما قلنا مرجئة، الإرجاء درجات، اللي درس العقيدة يفهم أن الإرجاء ليس درجة واحدة. هي ما لو فسرت لي ما معنى كلمة مرجئة؟ الإرجاء من التأخير، الإرجاء في اللغة التأخير، يعني تأخير العمل عن الإيمان، فصل العمل عن الإيمان، لهذا سموا مرجئة. ليش هو إيش اللي أخروه حتى الإرجاء؟ بما أن أخر العمل عن الإيمان صار ما في شيء يجعل الإنسان كافر. نعم. بما أنك تؤمن داخل قلبك مصدق فقط، وصل الأمر إلى درجة التصديق، أنت مؤمن بالله واليوم الآخر، خلاص مهما فعلت لن تخرج من الإيمان، ليست عقيدة أهل السنة والجماعة. هم ليسوا مع كل الناس هكذا، لكن للأسف مع الطواغيت، مع بعض الطواغيت مرجئة. تخيل يا شيخ القذافي، زين العابدين، اترك القذافي بعد شوي نجي، زين العابدين حارب الحجاب، حارب الصلاة، حارب الدين، كل مظاهرة الشيوعية ما سوت اللي سواه، أوروبا ما تفعل فعله. هذا الرجل يا شيخ هو أصلا، والذي قبله كانوا اللي قبله كان يشرب الماء في نهار رمضان على الهواء ويجبر الناس على الإفطار في نهار رمضان. هذا الرجل بهذه الأفعال لا يحكم بشرع الله، لا يؤمن بشرع الله، ويحارب شرع الله سبحانه وتعالى، تجعله حاكم شرعي ولي أمر له السمع والطاعة، كل هذه الأعمال ما أثرت في إيمانه ولا في إسلام. طيب خل زين العابدين يا شيخ، القذافي اللي حكم العلماء بكفره، نفى الإجماع، أنكره، نفى السنة وأنكرها، حرف القرآن، حارب المسلمين، وأفسد في الأرض، وقتل وأفسد، وكل هذا
لآخر الأيام يا شيخ يعتبرون ولي أمر شرعي. يعني هو الإرجاء اللي فيهم. يعني هذا لا يعتبر ولي أمر ما دام هو الحاكم والمسيطر، لا يعتبر ولي الأمر. يا شيخ رجل، أنت تسأل سؤال لا لا إن شاء الله ما أنت مقتنع فيه. أنا دوري أنا لا أعرض آرائي. الأمر في الأصل الأمر أي أمر، لما نقول ولي الأمر ولي أمر الدين، هو لما يقول ولي الأمر أمر المسلمين وأمر دينهم، هو يتولى أمر الدين، ولهذا سمي ولي الأمر. ولهذا ولاة الأمر نوعان، علماء وحكام، يعني هم اثنان الصنفان يقومان على حفظ دين الناس. نعم. ودنياهم. لكن هذا يضيع الدين وتقول ولي أمر، أي أمر هذا يا شيخ؟ وصل إلى النصارى مثل لبنان وبريمر كان يجعلهم ولاة أمر. يا شيخ البعثي، آمنت بالبعث رب لا شريك، ولي أمر وحاكم شرعي واسمع وطاع. لآخر الأيام اسمع لعلماء مصر لما دخلوا إلى الليبيين وهم في آخر أيام الثورة الليبية، يقول الشيخ أحمد النقيب، ارجع له موجود المقطع، يقول دخلنا نساعد الثوار أو النازحين الليبيين في الأكل، مساعدة إنسانية في النهاية. نعم. يقول واجهنا هؤلاء اللي يدعون السلفية، قالوا ارجعوا. وين نرجع؟ ارجعوا إلى بلادكم، هؤلاء الليبيون خوارج، خرجوا على ولي الأمر الشرعي القذافي. لما نقول مرجئة لأنهم فصلوا العمل عن الإيمان في قضية الطواغيت هؤلاء. لكن هذا الخلاف اللي موجود عند يعني عندكم وبينكم، نلاحظ انه انت تتحمس لليبيا وتتحمس لمصر وتونس، لكن لما تاتي قضيه مثل قضيه الدماج واللي هي محسوبه على جزء من السلفيين المنتسبين الى مثل هذه الفرقه وقريبه منها، لا نجد هذا التعاطف في 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 خطابك وحوارك. اخر حلقه لي اليوم عادوها عن دماج. انا بالعكس اول ما عرفت عن دماج في التويتر الحمد لله بدات اراسل الناس، انا ما كنت اعرف عنها من قبل، اول ما عرفت على طول حلقه كامله بالرغم من قله المواد اللي عندنا دماج ذكرتها. هذا ارجو ان هذا المقطع ايضا ينتبه للكل حتى يعرف ان هؤلاء مدعو السلفيه ما عندهم مبدا. يا شيخ عايشين تناقض 20 سنه وانت تذكر امريكا تحارب افغانستان ضد، صاروا ضد المجاهدين. احتلت العراق وسفكت الدماء وهدمت المساجد، صاروا ضد المجاهدين. وما اجازوا للناس الجهاد ضد المحتل في الشيشان، في كشمير، في افغانستان، في العراق، حتى في فلسطين. والله يا شيخ انا قرات لبعضهم وسمعت باذني لبعضهم يتشمت في اهل غزه وهم يقصفون. الشيخ ابو ريان اللي قتل له 4 نساء في بيته وهو عالم يدرس الناس صحيح مسلم كل يوم، هذا الرجل لما قتل يتشمتون فيه. تعرف ليش؟ لانهم اخوان مسلمين. طيب مو بشر، مو مسلمين في النهايه. طيب كل هذا الجهاد الغيته لما صارت قضيه دماج. انتبه، كلهم صرخوا اين الجهاد؟ ليش المسلمين ما ينصرونهم؟ يجب الآن نصرة المسلمين ووجب الجهاد. إيش معنى دماج؟ معنى إحنا وياكم دماج يجب نصرته بالجهاد. نعم. بس إيش معنى دماج اللي ما يدري من المشاهدين راح أقول له؟ إيش معنى دماج أوجبوا الجهاد ولاموا الناس اللي ما قاتلوا معهم وكل الأرض اللي تقاتل من قبل يهود ونصارى ما أمنتم الجهاد ضدهم؟ لأن هؤلاء قريبين بالفكر معهم. وما أضحكني لكبيرهم لما تكلم بمقطع قال أنا أدعو أهل دماج بالقتال في سبيل الله بشرط أن يكون تحت ولاية علي عبد الله صالح. أنا مسكت نفسي من الضحك، يعني تضحكون على من؟ عشان ما يناقضوا مبادئهم؟ نعم، عشان ما يصير وقعوا بتناقض دعوة جهاد بدون ولي أمر. يعني يا شيخ هذا مذهب هم يا شيخ يناقضون أنفسهم. النظر دخل على المأمون، وذكر هذه الرواية ابن كثير في البداية والنهاية عشان يقول إرجاء وش علاقة الإرجاء فيهم. دخل على المأمون وكان ولي أمر، قال كيف أصبحت يا نظر؟ المأمون يسأل النظر كيف أصبحت؟ قال بخير والحمد لله. فسأله ما الإرجاء؟ شنو الإرجاء؟ قال له دين يوافق الملوك. تبي تعرف الإرجاء؟ شوفهم مع الحكام، دين يوافق الملوك يصيبون به من دنياهم وينقصون به من دينهم. قال المأمون صدقت. وين الملوك؟ تلقى المرجئة قاعدين حولهم يلبسون لهم الباطل. لكن هؤلاء الناس يهتمون بالعقيدة، طرحكم ومحاضراتكم والدعوة والبرامج التلفزيونية لا نجد فيها الاهتمام بالعقيدة بشكل كبير. تتكلمون عن بالعكس أحيانا بعض الطوائف الثانية من اللي قد يكون عندهم لوثة أشعرية أو على مبدأ أهل السنة والجماعة مثلا، تجد أنه لا تكونون حادين معهم وتتلطفون معهم وتتكلمون بلغة لطيفة، وهؤلاء هم الذين يدافعون عن العقيدة الصحيحة. يا ليت يكون هذا الكلام صحيح، يا ليت. عندنا يا شيخ طوام في العقيدة اليوم في الكويت ما سمعناهم يتكلمون عنها، طعن في عائشة، في الصحابة رضي الله عنهم. جعل بعض المدن اللي ما لها أي قيمة في الإسلام جعلها من المقدسات في مناهجنا التربوية، مقدسات جعلت، وينهم؟ ما تكلموا عنها. طيب أليس الحكم بما أنزل الله
من صلب التوحيد، جزء من التوحيد، الحكم بما أنزل الله. وينهم عنها إذا يتكلمون عن التوحيد والتوحيد؟ أنا لي برامج في التلفزيون جعلتها في رمضان وغيرها، حلقات خاصة فقط عن التوحيد. هذا واحد. درست الواسطية 3 مرات، عقيدة الواسطية، عند الحمد لله من يشهد بهذا من التلاميذ. نعمل بعض الخطب أحيانا وعظية، وأحيانا في التوحيد، وأحيانا في مسائل مهمة في العبادة. نعم. نحن نجعل لكل شيء حقه، نعطي كل ذي حق حقه. لكن أتكلم عن في برنامج تلفزيوني وناقش فيه بعض الظواهر الاجتماعية أو السلبية، تقول ليش ما تتكلم عن مسائل في الأسماء والصفات ولا غيرها؟ هذه في الشريعة تدرس، لطلاب العلم تدرس، في المساجد تدرس، لكن لكل مقام مقال. ما يصير أنت تلزمني في التلفزيون أتكلم عن قضايا فرعية في العقيدة أو علمية دقيقة. في نقطة مهمة شيخ، أنا لازم أكمل، ترى عندي نقاط كثيرة. الآن أمامك دقيقتين فقط يعني حتى تستعجل. لا مستحيل شيخ، مستحيل مستحيل. ليش تركيزهم على الدعاة المشهورين؟ جيب لي أي اسم داعية مشهور ما تركوه. لا تركوا شيخ، أبي أسمي شيخ صالح المقامسي، شيخ محمد العريفي، شيخ سلمان، شيخ ناصر، شيخ تعال مصر، لا شيخ محمد حسان، لا حتى أبو إسحاق الحويني يدعو للسلفية 30-40 سنة وهو يؤسس في السلفية، ما تركوا أحد يا شيخ، لا في الكويت، لا في السعودية، لا في مصر، لا في العالم كله. خطورتهم يا شيخ في أوروبا، في دبلن وجدتهم، بريطانيا أسلم واحد. الغريب أن يسلمون يتصيدونهم، يدخلونهم في عالم التحذير، عالم التصنيف، عالم تشويه الإسلام. ارتد نصراني أسلم في بريطانيا، كم شهر دخل في منهجهم ارتد إلى النصرانية مرة ثانية. يا شيخ المصيبة أنهم تجدهم الآن يا شيخ ما عندهم شغل إلا الجلوس في مجالس وتصنيف الناس. الشيخ بن عثيمين رحمه الله، هل سمعت في درس من دروسه جالس يصنف الناس، فلان فيه كذا وفلان فيه كذا وفلان فيه كذا؟ أبدا. ينتسبون للشيخ بن عثيمين، والشيخ بن عثيمين أبعد الناس عنهم، يقول نحن عندنا علم الجرح والتعديل. الشيخ الفوزان حفظه الله، الشيخ صالح الفوزان، نعم، عند مقطع جميل يقول في هذا الزمن ما في جرح وتعديل. هذا الذي يحصل اليوم غيبة ونميمة. يعني العلماء الكبار، الشيخ سماحة المفتي، اسمع له مقاطع جميلة في هذا الباب في التحذير من الطعن بالعلماء والدعاء. بالضبط. نعم. عند الآن مقاطع موجودة حتى في الحج الماضي، مقطع جديد في التحذير من الطعن بالناس والدعاة والعلماء. اتركوا الناس على الأقل، أقلوا عليهم اللوم لا أبي لأبيكم، أو سدوا المكان الذي سدوا. شيخ أبو بكر أبو زيد، أنا أنصح كل طلبة العلم والدعاة يقرؤون كتيب جميل اسمه تصنيف الناس بين الظن واليقين، علامة عضو هيئة كبار العلماء رحمه الله، ألف في هذا الباب. حتى الشيخ بن باز الله يرحمه، نعم، يا شيخ حتى الخصوم له وحتى المعادين له كان يتلطف معهم، كان يكلمهم بأدب، وأغلب الأحيان يرد عليهم برسائل خاصة مو أمام الناس. وتصدق يا شيخ بعض مخالفينه من كثر يعني أدب الشيخ بن باز في رده عليهم يأخذون يستأذنون الشيخ بن باز في طبع رده في مقدمة كتبهم. هذا شرف لهم بالنسبة لهم لأدب الشيخ ومدح الشيخ لهم وثنائه على المؤلف وعلى على حتى من وقع بالخطأ، ومنهم شيخنا عبد الرحمن عبد الخالق حفظه الله. أما هذه النبتة والله يا شيخ لو أقرأ لك كلام الشيخ بكر أبو زيد، لو أتيك ببعض أنا أريد أن أختم هذا الموضوع بسؤال، وأريدك أن تتأمل في هذا السؤال جيدا. يعني هذا الكلام نحن الآن أخذنا وقت من الحلقة وأن تحذر منهم، يعني هذه الخلافات إلى متى ونحن نتكلم بين خلافات بين الطوائف الإسلامية؟ يعني ما أتى وقت أن نتجاوز هذه الخلافات ونقول هم مجتهدون وهؤلاء مجتهدون ونمشي بدون العداوات وبدون التصنيف وبدون هذه الحساسيات، ونجمع الكلمة ولا نفرقها، ونكون خط الدعوة هو خط متنوع، ناس تشتغل على هذا الجانب وناس تشتغل على هذا الجانب، ويكون هناك خطوط متوازية. لماذا هذا التناحر الذي يعني وهذه اللغة الحادة التي أجدها في كلامك؟ هذا ما أدعو إليه بالضبط أنا، وهذذا هم يناقضونه للأسف. جعلت هاجمهم يا شيخ نبي. يا شيخ إحنا لما نتكلم عن كل الجماعات العاملة في الساحة الإسلامية هذا المبدأ عندنا، كلهم ميسر لما خلق له. نعم. كلهم عندهم أخطاء، لكن نتناصح بيننا وبينهم، نحسن الظن في البداية، نعذرهم إذا وجدنا عذر، وننصحهم إذا وجدنا لذلك سبيلا. هذا الأصل بين الجماعات الإسلامية العاملة كلها. المشكلة في هذه الجماعة يا شيخ ما تركت هذه الجماعة تعمل، وجاءت للعامة الذين يهتدون وظنوا أن هذه السلفية لا الشيخ بن باز هذا منهجه، ولا الشيخ بن عثيمين هذا منهجه، ولا الشيخ بن جبرين رحمه الله هذا منهجه، وقرأوا كلام الشيخ الألباني رحمه الله في ردوده على شيخهم وفي مدحه لكتب سيد قطب وغيرها. فيها خطأ، نعم فيها خطأ، لكن فيها أشياء جيدة كثيرة يا شيخ. احنا لما نتكلم عن هذه الفئة لأنها تنقض هذا الأصل، هي للأسف تريد أن تشق الصف، هي تريد أن تسبب فتنة بين المسلمين. كلامك هذا ما يشق الصف؟ لا أنا بالعكس، أنا أنبه أن هذه المجموعة، هذه الفئة يجب أن نبتعد عنها لأنها سوف تشق صف المسلمين. نعم. نعم، في النهاية في فئة
انتسبت للسلفية وليست من السلفية في شيء. ينتسبون للشيخ بن عثيمين وابن باز وغيرهم رحمهم الله، وهم أبعد الناس عن مناهجهم، يتكلمون بالتوحيد والعقيدة، وللأسف ما فهموا حتى بعض جزئيات في التوحيد والعقيدة ولا دعوا إليها أصلا. نتكلم بهذا فقط من باب يا جماعة ابتعدوا عن هذه الفتنة، وأنا ما سميت أحد ترى، ابتعدوا عن هذه الفتنة، ما سميت أحد. كل من اتصف بهذا الوصف يجب أن نتجنب هذا الوصف، في النهاية هذا الذي يشق الصف وهذا الذي يمزق المسلمين.